بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندكش الكاميرا الأخ عبد الصمد؟ السلام عليكم مرة أخرى بالإخوة. أخ عبد الصمد ما عندكش كاميرا، خرج عاود ادخل. تحية مبدلة. معك صح، مرحبا. على فكرة سمعت كذلك الخطاب، سمعت كذلك الخطاب ديال التحية المتبادلة ديال الملك محمد السادس. فعلا قال أنه أمير المؤمنين ديال جميع الديانات. قال وما استغربت له هو ما هو الداعي، ما هو الداعي أنك تخطب ببعض اللغات العربية الإسبانية الإنجليزية والفرنسية تتفتح على البابا. والله والله مهزة، والله هادو اللي تيسيروا، هادو الخوت اللي تيعطيو هاد الأفكار هادو، والله تيبهدلوه، وحق الله تيتبهدل. ها أنت خويا طلع أنت الأول، مرحبا. هاك ما عندكش هي كاينه كاميرا؟ لا كاين حاجه. يلا سيدي، ترسل لكم الاخوات والاخوات ديال باش تطلعوا الو معنا في المباشر. تفضل، مرحبا. الو الاخ حمدي، الو، تسمعني؟ مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى تدير وبركاته. السماعه السلام اخويا عليك. البرونشي. تفضل اخي الكريم، تفضل. ساعاتي تكوش تبلي كوش تسمع تسمعك تفضل. يا غين مو بوي. السلام عليكم الاخ حمدي، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الأحوال؟ واش راك الحمد جيلي لله جون ولا بخير. هو راك جيلي جون؟ جيلي جون، جيلي جون، دائما جيلي جون، انا دائما مع المناضلين، دائما في صف المناضلين. للاسف تقطع اللايف ديال الاخ. حاول تعاود تكتب لي اخويا باش تطلع. واش تكذب ديال الملك على البابا ديال الفاتيكان، فهمتي؟ وترى هذاك الخطاب كله، كل غنضرب واحد اللغة، غنضرب واحد اللغة تقترب من اللغة السوقية، ولكن هي اللي نقدر نعبر بها على داكشي اللي دار المالي. صراحة اللغة العربية لا تسعفني في التعبير، باش نكون صريح معكم، اللغة العربية الفصحى لا تسعفني في التعبير عما فعله ملك المغرب. صراحة الملك المغرب اليوم كان طارق السلوكيات على البابا ديال الفاتيكان. هادي اول بديت تفتح عليه، بديت تهضر معاه ببعض اللغات، زعما كنت نعرف. شوف تراني ملك واعر، انا راني ملك خطير، تنهضر العربيه، تنهضر الاسبانيونيه، تنهضر الانجليزيه، تنهضر الفرنسيه. الرساله الاولى اللي دوز للبابا، فهمتي؟ الرساله الثانيه بقى لي، قالوا انا راه امير المؤمنين ديال كل جوين، انا راه كلهم عندي بحال بحال، مسلمين، مسيحيين، يهود، جيب هندوز، جيب بوذيين. اتفق واحد الاخ، والاخ اللي كان طالع، طلعوا الاخ بعد فاليري، خليه فهمتوا. بقى تيتفتح، والتسامح، قيم التسامح والعداله الاجتماعيه، وانه تيحب الحب، وضر على الحب، وضر على السلام، وضر ما خلى على صدر الملك، فهمتي؟ تفضل خويا، تفضل بكل المداخله ديالك، تفضل، مرحبا. المهم الاسم كريم، عبد الكريم الخالدي، متشرفين خويا عبد الكريم. ولكن انت هذا الخالدي راه عنده استوار، كانت تبدلت في ايام الاستعمار. باينة 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 خويا، لا مرحبا. ياك، اما باينة انا باينة، مساوي، انا مرحبا مساوي. مرحبا خويا، مرحبا.
هذا الاسم هذا كان بدلو الوالد الله يرحمه حيت كان روشيرشي باغ لي زوتوريتي فرونسيز انذاك. ابن مولي سوف تكون ناضي، ما خلوش الاخ يطلع. وعليكم السلام الاستاذة الهام، هذا بس يعرقلو، ما خلاو الاخ قاع يكمل الفكرة ديالو. مصيبة هذه. الخوت غيبقى يديرنا دوك المساقط، راه غادي نبلوكي باش مابقاش يقولك شي واحد من بعد راك بلوكي. انا تنقولها من دابا. تفضل اخويا تفضل. واخا اخويا، المهم غير في ظل هذا شنو واقع هذه الايامات في المغرب، وراك المهم راك كتواكب شنو واقع في المغرب من خلال المتابعه ديالي ليك ولبعض الاخوه المناضلين ايضا. انا الزياره ديال البابا ما عرفش شنو الهدف منها، غيبقاو يقول لنا الحوار ما بين الديانات والسلم، ما بغاش تفهم ليا. لو انه كان دار هذه الزياره هذه لمصر اللي بار اكزومبل الناس تما عندهم الأقباط تتموت والمسلمينية. في ولا مصيبة هذه، ما خلاوش قال الأخ يكمل خوت. الله يجزيكم بخيرنا. شوف خليوا الأخ يكمل المداخلة ديالو، انتم دعمونا غير بالقليبات. طلع واحد بواحد من بعد. ألو ما خلاوش تكمل الكلمة ديالك، تيهبط أنا راه الطوطة ويزيد مراقب، همزة. راني لا حيت عارف راسي مراقب راه مراقب، وراه مصيبة. ولادي راك تعيش في فرنسا، راه تما فين وقع لي المشكل. النضال راه بدا في فرنسا، راه ما بداش هنايا، راه تعرضت لثلاثة محاولات قتل تما في فرنسا اورغانيزي بار لي زوتوريتي فرونسيز، ومن جيت هنا لا حول لوزارة ولا قوة الخارجية اش قال لي المسؤول؟ اش قال لي؟ قال لي الحمد لله اللي حفظك ربي لوليداتك وجيتي سالم. نات وحدة قالت لي انت راك غير زهقتي ليهم. عرفتي بواحد الطريقة باش باش خرجت من فرنسا مثلا خرجنا لنسك انا بزاف وجيت. فرنسا. ياك عارف فهمتي؟ والله اخويا انا ما ثلاثة محاولات القتل. راه ماشي غير جيت وسمحت في فرنسا، انا عايش في لا المغرب دابا، وراك عارف دوك التضييقات ديال المخزن ديالنا، راه تيصيفطوا لك دوك البلطاجيه وتيحاولوا يطيحوك في ينصبوك الكمائن، وانت انا اخويا والله ما تنخرج على ود داك الشيء. يعني انا في بلادي لا وما حول ولا قوة تنخرج، إلا بالله. هما وليداتي هما حدايا، والزوجه راه عندي اجنبيه دوسوش. الله يحفظك منهم فهمتي أخويا، الله مسكينة يحفظك هي جات. الله يحفظك. المهم باش تعرف المعركة راه كبيرة السي قنديل، والله إلا المعركة راه كبيرة، راه ماشي سلاح وماشي تدهور ولا حرام، حيت قادرين يمسحونا. معركة فكرية، والله لا هي مسألة قومة 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 ولا بالنسبة لهم. تيخافوا من الناس حنا الفكرة كشعب مكتوب بقلم الرصاص، حنا مكتوب بقلم الرصاص. ولا يعني قابل للقومة. المهم بغيت غير نطرق لواحد الموضوع اللي هاد الاساتذه هذه كلها وتيلغي بالغا من بالنسبه للمناضلين. كاين اللي تيقول لك لا راه ما فهموش البنود، لا راه كاين راه ما غير تصنتوا الوزير، كاين وشي ناس زعما كنت تنتصنت لهم زعما بواحد بحالك هكا باحترام تقدير، الناس ما تتعرفهاش كاع، تلاقيتها غير في فيسبوك وتتعرف الفكر ديالها والعقليه ديالها وكيفاش تحترم عباد الله. انا شوف هذاك اللي تيقول لك انا شريف، وانا ديما كنت نقول لهم تنقول لهم راه اللي شريف راه شريف بالاعمال ديالو، راه ما كاين لا شرفه لا نمي، راه اللي شريف هو ذاك اللي ما تيسرقش وما تيديش ديال عباد الله، ومين تيبغي يدير الزلة تيهز عينو الله وتيحفظو منها. فهمت السي قنديل؟ بالفعل كان عندنا أشخاص بحالك بزاف وكانوا أمثالك بارك بزاف الله فيك. تضامنوا معاك قامت خويا هاد البلاد هادي يا أخي قنديل.
انا كنت واش غادي تصور كنت السي اللي ما امدين؟ خونتش بلاد كنت غادي نتعرض للتصفية الجسدية. نيشان راه داك الشيء، انا علاش مشيت من فرنسا وبيبليت فيديوهات باش نقول لهم ها ما من عندي المشكل، يعني باش يبقى لا تراس، فهمتي؟ انا راه تنتسنى الضربه، والله الا عايش تنعيش موت نقيل في بلادي، والله الله يحفظك كل اخويا، الله مره يحفظك الله يحفظك الله تنبدل يخلي لك. لوليداتك. والله خويا قنديل، والله خويا قنديل، الا ما وصلوني حتى الباب الدار، حتى الباب دارنا سلا. والله يضحك باش الله تعرف يضحك الله يضحك. خطورة وهادشي كامل، هادشي هذا كامل غير ولكن تحب ما بغيناش نغمسوا الحرام. مزيان ما تتخرج للفيسبوك وتتقول ان حياتك مهدده، جاري طرات لك لا قدر الله شي حاجه، غنعرفوا شكون الفاعل، غنعرفوا شكون لما نشيروا بالاصبع. انا بدا شخصيا والله غنحمل الملك المسؤوليه. انا عاود لك واحد القضية، حيت الحمد لله عندي واحد ماشي بلفخ مع الله، تنعرف نأتاكي المخزن، تنعرف نواجه المخزن بالعربية والتعربية. دابا والله اخويا لما القاوني في البلاصة فين رحلت، القاوني وغادي يجريو على الكارية باش تجي مخزنيات تسكن حدايا، يعني فهمتيني؟ عايش متنقل تيدير لي الله ان شاء الله شي مخرج، ما يدير لك خير يعني ويصلح لك. المهم راه والله اخويا وشد وديك الوقفه الله سبحانه وتعالى، ديك ثلاثه من محاولات القتل، والله يا اخويا لما حسيت بيها، حسيت بديك الوقفه الله سبحانه وتعالى معايا، الحمد لله فضل من الله عز وجل. حتى راه الاولى راه باش تضربك طوموبيل وانت مفراني، انت مفراني بالموتور ديالك وانت تشوف فيها جايه تضربك بواحد السرعه، انا غمضت عيني صافي، ما بقى عندي فين نهرب. والله اخويا المهم ما عندناش، ندوزو هذه محاولة القتل، وهنا باش يجي الوكيل ديال السله يطلع من السله حتى المطار ديال فاس اللي كنت غنستقبل فيه الزوجه ديالي والابنه ديالي، حيت كما تنقولوا باللونجاج ديالنا الزنقاوي بيدقتهم، بيدقت المخزن، ما عرفنيش فين مشيت. هذا هو اللي هذه هي نقطه القوه اللي عندي على المخزن، هو انني مين تنبغي نبيدقو تنبيدقو. المهم وهذه شاهد عليها واحد السيد، قلت له انا نحضر لك دابا المخزن، ما كنتش تنتظر الوكيل يجي، ولكن الوكيل جا من سلا طلع عندي حتى المطار ديال فاس وجاي عندي تيسبق ومد لي يدو، قال لي واش غادي فرنسا؟ وعلاش فرنسا بالضبط؟ واش فهمت السي قنديل؟ من شرط التصويره من حدا ايغوبور فاس سايز، والله اخويا لما الوكيل طلع عندي تلسلة. يعني باش تعرف دابا انا بحال ديك لاباطات شود كوم يل ديز، فهمتي؟ ديك لاباطات شود هادو باغيين يتهناو منك، فهمتي؟ الاخرين والله الا في التليفون قالوا لي غير بقى تما، هذا المخزن ديال تما ديال فرنسا تقول لي غير بقى تما، وتلقيت التهديد من المدير العام ديالي، حيت انا كنت ايدوكاتور سبيسياليزي، تلقيت تهديد في صفه مساعده، قال لي ولكن هكا بحال هذا الشكل هذا، نقول لك كيما قال لي، قال لي واش از مسيو كالدي اسكو بو با تروفي ان ارانجمون بور كو فو بارتيي با، جي لوي دي كوم سا دروا دون لي زيو، سي بون موا دون ما تيت je suis rentré au bled. حيت صافي دوك ثلاثة محاولات القتل صافي ما بقاش، قال لك لا تلقوا بأنفسكم تهلوك، فهمتي؟ راني ماشي صعصع بالفعل بلادهم هذيك هاكو الجبل. المهم ما عليناش، هذاك المدير العام قال لي راه تما عندنا الأصدقاء ديالنا ربما تبغي تخدم، وانا درك تهديد باش تشوف ديك المقاربة. المدير العام ديالي راه كاينة واحد الاسوسياسيون سان ميشيلو، إلا تسمع بها،
لا ما بسمعش بيها. سمعت مع سمعتي لا مهم ما بسم واحد لاسوسياسيون كبيره. ما عارف ما دخلتش بزاف داكشي ديال المجتمع المدني الفرنسي بزاف. المهم قرينا لي لوا تما بزاف. المهم خدينا شويه الباجاج من تما كامل. الإخوة اللي دخل راسه يسمعوني انه تيقولوا لي أستاذ قنديل كن عادل ووزع الوقت بشكل عادل، راه بغاو يتدخلوا. ما تخافش حاول تلخص لهم دخلوا ان شاء الله الأغلبية السي في قنديل الفاضي. وبكل فرح وسرور. والله اخويا شوف كبيره بقيت معك حتى صديتي ورجعتي وقلت لنا بشبه طلقه مرعشه انا مرعشه. صافي انا مرحبا، مرحبا بك خويا، مرحبا. المهم زياره ان شاء الله ويكون ان شاء الله اتصالات من بعد ونخلي الاخوه الافاضل يدخلوا. وتنشكرك بزاف حاولتي معايا بزاف المرات في هذا الاتصال هذا وتنشكرك بزاف وامسيه طيبه وأنا أيضا للجميع حتى أشكرك أخي الكريم، للمتتبعين. أمسية طيبة وطيبة أنت كذلك. شكرا لك، شكرا لك أخي الكريم، شكرا لك. أنا ما عرفتش كيفاش تقطع اللايف، بقدر ممكن تقطع من عندك الأخ الكريم. لا باقي 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 ما عرفتش تسمعني كيفاش وقال تقطع، قطع خلي خصني نبرك هنا. صافي دابا تقطع. صافي سعيد البارصة. خويا سعيد قلب التليفون، دير ليه بحال هكا، قلب التليفون بغيت يطلع.